عيني، مخي أمامي، مخي متوسط. المخي الأمامي إلى الوجه الجنسي للدماغ، أعتبر هون انضغط الشريان الرباطي. المخي الأمامي إلى الوجه الجنسي للدماغ، المخي المتوسط عبر الثلج الجانبي إلى الوجه العشري للدماغ، والعيني مع بصر العين مثل الرسيم هنا إلى الحجج. هناك اتصال ما بين المخيين الأماميين للجهتين بشريان مساوي أمامي. أتي إلى الشريان الفقري. الشريان الفقري بالقلب. من كل جهة. شريان فقريان. يتحدان بشريان قاعدي. والشريان القاعدي يعطي فرعين نهائيين هما الشريان المخي الأمامي. إذا شريان فقري من الأيمن. والأيسر يعطي شريان قاعدي على قاعدة الدماغ، على قاعدة جذع الدماغ مستوى الجسر، والفرعان النهائيان للشريان القاعدي هما الشريانان المخيان الخلفيان إلى القسم الخلفي والسفلي للدماغ. الفروع الأخرى للشريان القاعدي لديها المخيخي علوي ومخيخي أمامي سفلي. المخيخي الخلفي السفلي من الشريان الفقري. إذا نضع مسمياتها أونتيريور سيريبرال أرتري، ميدل سيريبرال أرتري، بوستيريور سيريبرال أرتري، إنفيريور سيريبيلا أرتري ضغط الإف، أنتيريور إنفيريور سيريبيلا أرتري إيه، بوستيريور إنفيريور سيريبيلا أرتري إيه، بايكا أبلايكا، بايكا ولدي أيضا شريانان شوكيان يلتحمان بشريان شوكي أمامي وشريانان شوكيان خلفي. المسبع والاس هو الاتصال ما بين السباتي من جهة مع المخي الخلفي وما بين المخيين الأماميين من جهتين أخرى. هذا المشهد سوف يشكل لي سبعة أطلع 2 3